هولا اميجوس يا ميجاس. مشاهدينا برحب بيكم خارج وداخل مصر، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معانا حلقتنا لسه من الاسبوع المكسيكي. المكسيك اكلهم جميل جدا، سهل وسريع. كل الاصناف اللي انا جايبها او كل الوجبات اللي انا جايبها اللي هي الوجبات بتاعه البيت، بتبعد عن شغل الفنادق وبعيد عن شغل اي حاجه تانية. طيب انا محتاج النهارده هعمل فراخ مكسيكان برضو بصوص الطماطم، مش صوص مكسيكان ولكن صوص طماطم، هنشوف بتعمل ازاي مع بعض. وبعد كده عندي النهارده هعمل برضو عيش التورتيلا، هنشوف بطريقه سهله وبسيطه وما نروحش ندور عليه، ممكن نعملها في البيت. اللون بس هو اللي هيختلف معانا والدقيق نفسه. ده كده بالنسبه للفراخ. بعد كده هنشوف برضو مع بعض الكواكامالو اللي هي المعجون الافوكادو، بنشوفها هنشوفها بتعمل ازاي مع الخضار. ده برضو هيطلع معها الاكله. كل اللي انا هعمله الاول هحضر الفراخ. عندي هنا دي فراخ انا جبتها سلقتها وبعد كده نسلتها، طبعا ما قطعتهاش، اتنسلت من بعضيها. ده الطريقه اللي هي بتتعمل في البيت، بيقطعوها الحريم كده او ربات البيوت او الستات بيقطعوها كده بايديهم، مفيش عندهم اللي هو شغل انها تكون متقطعه بطريقه فندقيه شويه، ولكن محتاج له بعد كده شويه توم مفروم، ومحتاج بقى شويه بصل، شويه كدني بونه اللي هي الفاصوليا الحمراء بتاعتهم، ومحتاج طماطم طبعا وعصير طماطم. في البيت غير شغل الفنادق، في البيت بيجيبوا الطماطم العلب الصلصه اللي هي الجاهزه ديت اللي هي الكرتون اللي زي اللتر بمعنى اصح. عندهم من الانواع دي عندهم يجي 30,000 نوع، هم شاطرين قوي في عصير الطماطم. فبياخدوا كل بيت او كل حد بيرتاح لمنتج معين، كل حد بيرتاح لمنتج معين بياخده ويشتريه. هم دايما بيشتغلوا يا اما بكاتشب يا اما بعصير طماطم. عصير الطماطم عندهم انواع، في نوع حراق، في نوع عادي، في نوع بتضغط بتوابل، في نوع من غير توابل. ده عندي عصير طماطم النهارده، وعندي الطماطم اللي هي الفريش، وعندي طماطم برضو اللي هي الفريش اللي هي مش متقطعه. ده بالنسبه للمقادير بتاعت الاكله. وبالنسبه للدقيق عندي ميه وملح ودقيق، اكتر من كده مفيش، ولا خميره ولا اي حاجه. وهنشوف بتعمل ازاي مع بعض، طريقه بسيطه جدا. هاخد شويه من زيت عباد شمس، وعندي ادي واحده اتنين فلفلتين كده، دول هقطعهم بطريقة البيت برضو اللي هو اي طريقة حضراتكم عايزينها قطعوه. اهم حاجة ان بتحطي دوت فيه عشان تبقى مشطشطة شوية. تمام، هاخد كده حفرهم بالبزر بتاعها بكل حاجة، لان ده فلفل فريش اخضر بمعنى اصح. في الفلفل البزر بتاعه بيكون طري مش ناشف. هاخد شوية من البصل كده الشكل دوت مع الفلفل، بعد كده هروح نازل بشوية من الهالوبينو اللي هو الفلفل المخلل بتاعهم، كفاية دول. سن التوم، دول حوالي فصين توم، وأقلب كل دوت مع بعض وكده. وعندي هنا خليني اخد ديت، هاخد طماطميه كده اقطعها، دي علشان تبان كويس، فهقطعها كده مفرومه قطع كبيره. كده بالشكل دوت، واقلب دوت مع بعضه كده. شويه ملح، شويه فلفل اسمر، ريحه جميله جدا ومشطشطه في نفس الوقت، بس الطعم جميل جدا. وهاخد الفراخ اروح نازل بيها كده بالطريقه ديت،
والفراخ اروحه كده سوتيه مع الخضار دوت على اساس ان كله ياخد الطعم من بعضه ويتدبل وياخد الريحه بتاعه الفلفل البصل الثوم كل الحاجات دي مع بعض. ده زي ما قلنا في حلقات سابقه قبل كده ده شغل البيت، دي طريقه البيت مش طريقه بتاعه فنادق او حاجه. طيب هاخد بعد كده شويه من الفلفل دوت واروح نازل عليه كده بيه من اسف من الفاصوليا الحمراء. كويس، وبعد كده بروح مديله شويه من الطماطم. دول كفايه قوي. وبعد كده زوده شوربه اللي هي بتاعت او البيون او المرق بتاع الفراخ اللي انا سلقتها قبل كده، فيبقى عندي الصوص نفسه طعمه جامد، يعني الطعم فيه بيكون انتنسيف شويه، بيديني بيحللي الطعم بمعنى اصح. ده زي كده محسن، بيحسن لي الطعم اكتر بدل ما ادي ميه. ده كده بالنسبه للطرق بتاعتهم بتاعه البيت. ها بتاعه البيت تمام، خدنا ده كله خلاص انا مش محتاج له تاني. و بعد كده هبتدي اعمل العيش، هنشوفه برضو بتعمل ازاي مع بعض. الفراخ هوطي عليها خالص على اساس ان هي ما تغليش. تمام كده، وهاخد بعد كده الحاجات دي احطها ورها، يمكن احتاج لها كمان شويه. عندي هنا بولة دي فيها الكمية الدقيق اللي انا محتاجها، كويس. الطاسة عندي ابتدي ان انا اسخنها كويس. بالنسبة لي العجينة دي، العجينة دي سهلة جدا، مش عايزة اي حاجة، عايز شوية ملح كويسين، مش اكتر من كده. وعندي بعد كده شوية مية هنا، هعمل بس الاول ايه حفرة كده في قلب الدقيق دوت، واروح نازل بالمية واقلب كل الكلام ده كده مع بعضه بدل ما اعمل بايدي. بعد كده هتتعجن بالايد. والعجينه بتاعت العيش او بتاعت التورتيليا دي بتكون عجينه طريه مش عجينه ناشفه، فاحاول ان انا اطريها. وبعد كده كده انا عملتها خلاص، خلينا ايه ده بالظبط شكلها بتكون بالشكل دوت. طبعا هي لازم تتعمل تتعجن اكتر من كده، يعني وقت طويل شويه، كويس، ولكن ده بالظبط بيكون شكلها وده القوام بتاعها في الاخر. يعني العجينه ما تكونش ناشفه مني، العجينه تكون طريه، ولازم ان انا وانا بشد كده تقطع معايا. فكده ده بالنسبه طالما بتنزل كده بتقطع، هو ده بالنسبه للعجينه، ده القوامها بالظبط. كل ده هعجنه مع بعض وبعد كده اروح مديله شويه دقيق، وبعد الدقيق المه كله واحطه اسيبه بحيث ان العجينه ترتاح لمده 10 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، حسب الوقت اللي عندكم. ممكن نشتغل بيها على فكره على طول لو عجناها كويس، غير كده لازم ترتاح العجينه بعد ما تتعجن حوالي 10 دقائق ربع ساعه. انا عندي هنا واحده عجنتها قبل الحلقه على اساس الوقت. هاخد العجينه ديت، ده بالظبط شكلها وقوامها كده بالظبط، واروح مديها ايه عجنه تاني كده بالشكل ده، وابتدي ان انا دي طبعا معجونه مش هعجنها اكتر من كده، بس ايه
ان انا لمها كده واقطعها. هاخد كده بالظبط نفس الحجم دوت، بتكون ايه، بتكون طريه شويه عشان كده، عشان تبقى سهله الفرد. هاخد دول اقطعهم كده بالشكل ده وبالحجم دوت، اروح ايه حاططهم هنا كده. ده بالنسبه برضو للحته الثانيه. ده كده برضو. كده بالشكل دوت. ودي هاخدها واروح فاردها عندي هنا. وادوس عليها كده بايدي بحيث ان انا العجينه تفرد معايا كده بالظبط. طبعا عشان حتت صغيره فايه عندي النشابه، كده بالشكل دوت. وهدورها كده زي البيتساية بالظبط، زي طريقة البيتسا، بس دي عجينة طبعا ودي عجينة. كويس، ده الشغل اللي هما بيعملوه في البيت بالشكل دوت. عندي هنا تمام، دي كده بالنسبة لي واحدة خليها هنا كده على جنب. هاخد التانية برضو اروح حاطط شوية دقيق كده عليها وابتدي ان انا افردها. الفها كده بالشكل ده، ولازم تكون رقيقه العجينه، ما تكونش تخينه، تكون رقيقه كده. عندي الطاسه تمام، هاخد دي واروح حاططها كده. في قلب الطاسه عندي هنا، وعقبال ما دي تتعمل هكون انا عملت واحده تانية هنا. بدوس عليها كده بايدي بصوابع كده لحد ما تفرد مني واحس ان هي اتدورت. بعد كده افردها خالص. الطاسة اللي عندي ممكن تكون تيفال، ممكن تكون حديد، هتنفع يعني، مش هتلزق يعني، الحديد مش هتلزق فيه، التيفال كمان مش هتلزق فيه. ده بالنسبة كده للعيش التارتيلي. أهم حاجة إن هو يكون رقيق خالص على أساس إن هو السوا بتاعه يستوي بسرعة. بدأ خلاص كده. طيب دي كده بالنسبة للعجينة، لازم تكون يعني 2 ملي 3 ملي بالكتير، ما يكونش السمك بتاعها تخين على أساس إن أنا نقدر نسويها بسرعة. وده شكلها بالظبط بعد ما اتعملت.
كويس، ممكن بقى تنفخ عندنا، عايزين نفضي منها الهواء دوت، مفيش مشكلة ممكن تتعمل. ده بالنسبة كده لشكلها في الآخر. خلينا ناخد طبق الحرقان ده، هو اللي أنا عايزه فيه بالظبط، ده الشكل اللي هو اللي أنا عايزه. وكل ما تكون العجينة رقيقة كل ما تستوي معانا بسرعة، يعني ده خد فترة لأن ده شوية ده كل هوا ده اللي بيطلع منه، يعني ممكن العيش عندنا يتنفخ وممكن يتساب كده، هو هيهبط بعد كده، ما نشوف ما ناخدش بالنا منه. ده كده بالنسبة للعجينة. أنا هاخد فاصل صغير وأرجع بعد كده، هنكون عجنت دول لو معنى أصح خبستهم، وهنشوفهم بعد كده على الطبيعة. ده كده أول واحد هحط دوت، وبعدين نرجع فاصل وأكون أنا خلصت دول. فاصل ونعود. اهلا بيكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. حضرت العيش بتاعي، انا عملت احجام مختلفه حسب ما انتوا حضراتكم عايزين، ممكن نعمل حجم مختلف وممكن نعمل حجم اللي هو العادي. ده الصغير بتاعه ده هنعمل بيه حاجه، وده الكبير بتاع العجين. طريقه سهله جدا وبسيطه وبتتعمل في اغلب البيوت، ما عندهمش مشاكل، ما بيروحوش يقفوا على الفران، بيعملوا العيش بتاعهم في البيت. عندي هنا الفراخ دي كده بالنسبة ليا استوت، هي طبعا مستوية ولكن اسرت جمدت شوية، الصوص بتاعها تقل، هو ده بالظبط اللي انا عايزه، بحيث ان الصوص ما يبقاش صايص او خفيف بمعنى اصح. بعد كده هبتدي اعمل هنا الكواكامولو او المعجون بتاع الافوكاتو، ده هاخد له هنا بولة عشان اعمل فيها، وهبتدي ان انا اخد كام واحدة افوكاتو كده. من المهم جدا الافوكاتو لو هنجيبه ونشتريه على طول، لو هنجيبه نشتغل بيه على طول، لازم يكون مستوي عشان يبقى طري. اما لو هنشتغل بيه بعد يوم اتنين تلاتة، فممكن نجيبها خضرة ونلفها في ورق جرايد وتتحط بعد كده على في المطبخ. دي برضو طرية كويس. انا خدت هنا كام واحدة كده، دي ناشفة، هاخد دول واروح جاي اقطعها كده بالشكل ده والفها كده. دي ما فيهاش بتاع، ممكن اخد ديت كده بالظبط. وهاخد التانية، السكينة دي ما ينفعش يتدبي بيها البتاع، على اساس ان السكينة نفسها ما فيهاش ايه سن من ورا، يعني دي مش كويسة. في احيانا بيبقى مستوي جامد، فايه انا عايز السن عشان ادخله كده في العظمة ديت، واروح بعد كده. عندي هنا معلقة، هطلع الكلام ده كده بمعلقة كبيرة كده بالظبط بالشكل دوت. وممكن اخلي دول انا عايزهم اعملهم ديكور او احشي بيهم الافوكاتو تاني. طول ما هي مستوية هقدر اطلعها كده من الجلد بسرعة بسرعة. بس بعد كده هروح واخد ايه عندي ديت بتاعت البطاطس، واهرس ده كده مع بعضه،
ومهرسوش جامد. انا خدت دي بالذات لان الخروم بتاعتها واسعه، لما اجي ادوس على الافوكادو فيروح طالع لي كده زي ما حضراتكم شايفين حتت. ده اللي انا عايزه، انا مش عايز انعمها خالص الطريقه دي، مش طريقه اللي هي الافوكادو الناعم خالص اللي هو الافوكادو الموس، لكن ممكن نقول عليه موس، لكن ده ما بتفرمش قوي يعني، ما بترس قوي. ده كده بالنسبه لي تمام. بعد كده هاخد شويه من الفلفل الاخضر اللي هو الفلفل الحار كويس، شويه بصل ناعمين كده بالشكل دوت، وعندي هنا طماطمايه هاخد كده بالشكل ده، مربعات كده صغيرة أو كاريهات صغيرة بحيث إن هي تبان معايا في الأفوكادو، وفي نفس الوقت ما تكونش كبيرة أوي. ده كده بالنسبة لي تمام، عايز بس شوية الملح بتاعه والفلفل. كده ده بالنسبة لي تمام. هاخد بعد كده عندي هنا شوية من الملح، شوية فلفل أسمر مع سن التوم صغنطوطة قوي يعني، فص توم صغير مش كبير كده بالظبط. وبعد كده عندي شوية من الهالوبينو، هاخد كام قرن فلفل كده، وابتدي ان انا اقلب كل دوت مع بعضه كده، مع شوية من عصير الليمون ده مهم جدا. ودي كده المعجون اللي احنا عملناه في الاخر كويس. ده كده بالظبط شكله في الاخر. ابتدي ان انا ادوق واشوف الاخبار ايه. تمام بيرفكت، هو ده. طيب هاجي بعد كده هروح اعمل، انا عندي هنا نوعين من العيش، هعمل لكم على طول دلوقتي كذا شكل وكذا حاجه. هنشوف هنا عندي الفراخ برضو شغاله تمام، ده انا طفيت عليها خالص على اساس ان هي كده تعتبر ان هي استوت، فمش عايز بمعنى اصح اهريها. هنشوف هنا عندي بالظبط، هاخد شويه من كريمه، دي كريمه لباني عادي، ما يعني مضروبة بالخلاط او بالمكنة او بالايد، بنضربها بالايد كده بس بتاخد وقت شوية بالايد، دي لازم تبقى كريمة كده، كريمة لباني بتتاكل دي عشان تبرد. فايدة الكريمة هنا ان هي بتبرد الحرقان بتاع الفلفل، ده الفايدة من الكريمة. ده كده واحد، وبعدين هناخد خلي دول هنا، وبعد كده هاخد هاخد شوية من الأفوكادو، دول برضو أعملهم على أساس أحط كده. ده كده بالنسبه لي تمام، هبتدي ان انا اقطع دوت. عايز دي
شويه من الخس دول هقطعهم، وبعد كده هروح واخد شويه كريمه كده بالظبط، واروح داهن ده برضو. كده احط شوية خس صغيرين، اكلهم سهل جدا مش اي صعوبة. وبعد كده هروح واخد شوية هنا من الفراخ، وحطيتها كده بالشكل دوت. كده والتاني برضو نفس الوضع، دي كده التورتيليا الصغيرة. ممكن بقى نحشيها حسب الرغبة، أي حاجة احنا عايزينها ممكن نحشيها، ممكن نحشيها جبنة وخضار، ممكن نحشيها لحمة، ممكن نحشيها فراخ، ممكن نحشيها حاجات كتيرة جدا ممكن نحشيها. ده كده بالنسبة لي تمام، ده شكله النهائي. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل الكبير دوت برضو شوية من الكريمة، مع شوية أفوكادو، كده بالشكل دوت، شوية خس صغيرين كده. وبعد كده هروح لفه احطه هنا كده، هاخد واحد كمان برضه اديله كريمه. مع شويه كده من الافوكادو، مش كتير، شوية خس هنا، واروح لافف كل ده كده مع بعض. كده بالظبط. وبعد كده هاخد شوية الافوكادو دول واروح حاططهم هنا كده.
دي كده كانت الاطباق بتاعتنا من المطبخ المكسيكي. اتمنى ان حضراتكم تجربوا الطرق دي، طريقه تارتيليا او سندوتش التارتيليا، عيش التارتيليا بالافوكادو والكريمه، طعمه جميل جدا، سندوتش بالفعل حلو زي ما بيطلع في البيوت بالطريقه السهله البسيطه. ودي كانت الطريقه بتاعت تارتيليا بالفراخ. اتمنى ان حضراتكم تجربوا الطرق دي، ان شاء الله تعجبكم. كان معاكم الشيف هشام البنا، شكرا، مع السلامه. Thank you.